تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة خاصة ومميزة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 60، وكان عنوان حلقة الأسبوع سيرة ملكي ومسيرة وطن، حيث تلقى البرنامج عبر اتصالات هاتفية معايدات بهذه المناسبة من آباء كهنة ونواب وشخصيات مسيحية وإسلامية، عبروا فيها عن ولائهم وانتمائهم ومحبتهم لجلالة الملك والقيادة الهاشمية وللوطن الغالي. فإلى هناك في حلقتنا اليوم من صباحكم نور، استوقفتني فقرة من رسالة سيدنا حول المستقبل المنشود لأردننا الحبيب، حيث قال جلالة الملك: نريده مستقبلا عنوانه التميز وجوهره الإبداع، مستقبلا منفتحا على التعبير أو التغيير والتطور، يستوعب الأفكار الجديدة ويحتضن التنوع ويوسع قاعدة قواسمنا المشتركة لتبقى رمزا للتسامح والإيثار. فهذه هي القيم التي جذرها الأردن وظل بها انموذجا في التقدم والانفتاح والاعتدال والأصالة. وختم جلالة رسالة بالقول: لقد بني هذا الوطن بجهود من آمن به من أبنائه وبناته وعملوا وكافحوا وتميزوا، وواجبنا أن نبني على جهودهم، وخياراتنا اليوم ستصنع مستقبل الأجيال القادمة، فلنعمل معا بثقة وإيمان وتكافل لنوفر الحياة الكريمة لشعبنا في وطننا العزيز في الحاضر وفي المستقبل. من هذه الرسالة كم ترى الشبه أيضا والتناغم بين رسالة جلالة الملك ورسالة الكنيسة بحد ذاتها. يعني عندما الكنيسة طرحت موضوع سينودس 2023 شركة ومشاركة ورسالة، فإن الطريق الذي يتوقعه الله من كنيسة الألفية الثالثة ما هي إلا يعني أقرب إلى ما طلبه كمان جلالة الملك من وطننا ومن شعبنا الحبيب. فلما يكون عند الإنسان انتماء لوطنه أكيد بيعرف كيف ينتمي لكنيسته، عندما يكون في عنده حب لوطنه ولمستقبل وطنه ولمصلحة وطنه أكيد بيصير عنده انتماء لكنيسته ومصلحة كنيسته ورسالة كنيسته. اللي ما عنده خير في وطنه ما بعتقد أنه يكون في عنده خير لكنيسته. فالخير اللي عند الإنسان لبلده، الانتماء، المواطنة، العمل الصالح وخدمة العامة، أكيد هذا بينعكس على الكنيسة أيضا وعلى خدمة شعب الله. فنحن قبل فترة احتفلنا بوحدة المسيحيين، ووحدة المسيحيين عندما نتكلم عن وحدة المسيحيين ما هي إلا ترجمة هذه الوحدة لوحدتنا أيضا الوطنية، وحدة شعبنا في بلدنا الأردن وكل البلاد. عم نحكي على نفس الرسالة، كل رؤساء الكنائس، بطاركة الشرق، كرادلة الشرق، وأيضا قداسة البابا يتحدث عن الانتماء والمصلحة العامة، الحب الكبير الذي وهبه الله لهذه البشرية وخلقها على هذه البسيطة بكل النعم والعطايا اللي وهبها لنا لنحافظ عليها ولنحافظ على هذه النعمة. فهذه الجوهرة مسؤوليتنا نحافظ عليها، هذا وطننا مسؤوليتنا نحافظ عليه، كنيستنا مسؤوليتنا نحافظ عليها. فبتمنى أنه هذه الحلقة اللي راح تحتوي أيضا بطاقات معايدة من كهنتنا وعلمانيين مسؤولين في هذا الوطن من الخدمة والعطاء، فتابعونا وكونوا معنا في حلقتنا المميزة لهذا اليوم. في أفياء عيد ميلاد جلالة الملك العيد 60 أقول بأننا نحن في هذا الوطن كم نحب ملكا نذر نفسه من أجل قيم نحن جميعا نؤمن بها. أنا عندما أتحدث مستندا إلى إنجيلي المقدس وإلى مسيحية المشرقية المتجذرة في هذا الوطن، وأفتخر بهذا الانتساب لأرض القداسة، وأقول بأننا جميعا ننضم إلى دعائك دكتورة من أجل أن يحفظ الله في هذه المناسبة هذا الوطن، وأن يحفظ جلالة الملك الذي يصر
على التأكيد على الوئام والحب والاحترام بكل مكونات وطننا. أنا أضم يدي مع أيدي الكثيرين من أبنائنا من إخوتنا المسيحيين والمسلمين أيدي الضراعة إلى السماء أن يحفظ الله جلالته، ومن خلفه كل الجند الشرفاء، ومعه ولي عهده والأسرة المالكة والأسرة الأردنية الواحدة. ونقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير. وفي 60 أبي عبد الأبي الحسين نقول له مبارك عليك هذا 60، وسلام على 60 وأنت تقودنا في مئوية ثانية. هذا يوم من أيام مملكتنا المباركة العديدة العظيمة بهذه القيادة الهاشمية المباركة ممثلة بسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ونحن نعيش الوئام بين أتباع الديانات. هذا النداء الهاشمي الذي انطلق في عام 2010 ليكون نداء عالميا تتبناه الأمم المتحدة وترفع فيه راية تنطلق من عمان لتجوب أنحاء العالم، تنادي كل صاحب عقيدة وصاحب دين وإيمان، أكان سماويا أولا أو كان غير ذلك ثانيا، على أن يكون إنسانيا في منطلقاته وإنسانيا في عطائه وإنسانيا في تعاونه وتفاعله وتحاببه مع الآخرين. في هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن أردني منتمي إلى تراب هذا الوطن، نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بعيد ميلاده الميمون، مصلينا إلى الله أن يحفظه، ونعيش في الأردن في ظل حكمته الرشيدة آمنين مستقرين بكل سلام. نصلي لأجل ملكنا عبد الله وولي عهده سمو الأمير الحسين، ولجنوده ولبلاطه الملكي ولعائلته الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الواحدة، لأنه هذا بالحقيقة مش عيد شخص، هو عيد وطن واحتفال أمتنا في هذه المناسبة العزيزة، وخدمة جلالة سيدنا لها البلد خلال هالعشرين سنة والعمر كله المديد يا رب في خدمة هذا الوطن. سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني أبو الحسين هو مناسبة سعيدة لكل المواطنين في الأردن، مناسبة تملأ القلب فرحا وسرورا، هي نذكر ما أنعم ربه من نعم وخيرات على أردننا بفضل جلالة سيدنا. ولقد وعد الرب كل من يحكم بالعدل والإنصاف ومن أجل السلام وخير المواطنين بالتوفيق والبركات، وهذا ما ينعم به أردننا الغالي في عهد سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني. وإنه لفخر لنا أن يكون أردننا تحت رعاية سيدنا وطنا لنا، ولو خيرت وطنا لي لما اخترت إلا الأردن وطنا لي لأعيش فيه حيث السلام والاستقرار. إذا فنحن ندعو بالصحة والعمر المديد في صلواتنا لسيد البلاد كما يأمرنا بذلك كتابنا المقدس، إذ نقرأ في رسالة القديس بطرس الأولى: اخضعوا لكل نظام بشري من أجل الرب، للملك على أنه السلطان الأكبر، وللحكام على أن لهم التفويض أن يعاقبوا فعل الشر ويثنوا على فعل الخير. فلا خوف من الرؤساء عندما يفعل الخير بل عندما يفعل الشر، فمن عارض السلطة قاوم النظام الذي أراده الله. وكل عام وسيدنا بالخير ونعمة. أنا بصلي اليوم تيسدد ربنا خطى ملكنا المعظم ويبارك إياته للمملكة الأردنية الهاشمية العزيزة ورعاية الأماكن المقدسة بالمملكة. وبتعرف اليوم كتير هو بحب يحكي عن السلام والوئام بربوع الوطن العربي كله. أنا بدي صلي إنه هالثقافة حقيقة دكتور تنتشر بالعالم،
جلالته حب لبنان كتير وقال عنه ما فينا نتراخى ونترك لبنان يقرب من حافة الهاوية، ولازم نبذل جهد استثنائي واهتمام ودعم عالمي أكبر تنوفر هالمساعدات. عم بقراها بكل الصحف اليوم. أنا بقول ولا مرة دكتور هالعاطفة الملكية الهاشمية تجاه لبنان والكنيسة المارونية كانت يتيمة. هالعاطفة بحس انه كانت دايما تذكر بالعلاقات التاريخية المميزة والمتميزة فعلا اللي تجلت بقادة المملكة الشقيقة عبر حركة انا سميتها استثنائية بعدة مرافق. انت شفت اخر فترة الاشياء الاجتماعية والانسانية والوطنية اللي كانت عم بتصير بين المملكة ولبنان خاصة بهالظروف الصعبة والعصيبة اللي كان عم يمرق. بالنهاية انا بدي اقول لجلالته أنا بعرف جلالتك وخبرتك وحكمتك العميقة بالأزمات اللي عم تعصف بهالشرق، وبتعرف أنه تمددها عبر ربوع البلدان جلالة الملك رح تترك أثار سلبية، أثار سلبية كتير كبيرة على الأمة العربية. فمن خلالكم نورسات بدي عيد جلالته لأنه بصدق هو شهامة هاشمية وهامة وطنية أنا عم بحسها وعم بستشعرها وبحسها بروحي يمكن الكهنوتية إنها فريدة جدا من نوعها. وأنا بدي تمن اليوم الروابط الروحية والإنسانية اللي أرختها شخصية ملكنا وهجه ونظرته وثقافته وإيمانه إنه المسيحيين بمملكته هن أهل البيت وقادرين يتميزوا دكتور، قادرين يتميزوا ويكونوا قيمة مضافة بهالشرق كله. وأكيد اليوم نحن يعني هيك باسم كل كاريتاس موظفين ومتطوعين بدنا نقدم بطاقة معايدة لجلالة الملك ونقول له ربنا يعطيك العمر الطويل والقوة والنعمة والحكمة لقيادة هذا البلد، ونحن معك ممكن مرات خلف الكواليس ممكن مرات ظاهرين، لكن نحن معك لخدمة بلدنا بمحبة وإخلاص. وحتى مرات أنا بكررها حتى لما منغلط منتعلم من أخطائنا منرجع منوقف ومنكمل لأنه بلدنا بيستحق منا أنه ما نستسلم. فنحن اليوم منصلي لجلالة الملك ومنرفع دعائنا أنه ربنا يعطيه كل القوة والنعمة والحكمة وأنه مسيرتنا تكمل بهالأجواء الرائعة اللي بتعيشها الأردن. نرفع باقات بأسمع التهاني والتبركات لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظ الله ورعاه بمناسبة عيد الستين. وبهذا أننا كمسيحيين منقدم دائما ومنجدد الولاء والانتماء لهذا الملك الإنسان، ونرفع الذراع دائما إلى ملك الملوك ورب الأرباب أنه يديم عليه الصحة والعافية. هو العائلة الهاشمية والحكومة والجيش والعيون الساهرة على حفظ الأمن والاستقرار في الأردن حتى الجنوب البيض اللي الأطباء والممرضين كلهم رغم كل حتى الآن مثل ما سمعتك بتحكي هلا كمان للثلج وكل العاملين على حماية المواطنين إما الدفاع المدني أو كل الجهات المختصة اللي ساعدت في أن تمر هاي العاصفة الثلجية على الأردن بأقل الخسائر. نرفع إيدينا كلنا مع بعضنا البعض ونطلب ربنا يحميهم، يحمي الأردن، يحمي مليكنا، يعم السلام ويحفظ الكل ويبعد عنا كورونا ويخلص العالم كله من هاي الكورونا. احنا منحب نعايد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ملك هذه البلاد، وإن شاء الله ربنا يعطيه القوة والصحة والحكمة والنعمة حتى يستطيع أن يقود هذه البلاد إلى بر الأمان دائما. ونحن نشكر الله على كل عطاياه ونعمه في هذا البلد اللي خلانا نحيا بأمان بهذا الظرف الصعب واللي إحنا منمر فيه من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمرضية وكل هاي الأمور. وجلالة الملك كأب حنون لكل هاي الأسرة الهاشمية من مسلمين ومسيحيين، يتفقد الجميع الغني والفقير والمحتاج، ورسالته كانت رسالة عظيمة جدا في عيد ميلاده، وبالتالي هو يجدد العهد معنا ونحن نجدد العهد معه حتى نكون أسرة واحدة على رأسها الله القدير بالدرجة الأولى، وبعد ذلك حكمة
ودراية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. إن شاء الله هو وولي العهد والحكومة الرشيدة والجيش الباسل والأمن العام يبقوا بكل خير وبركة ويبعد عنا وعنهم كل مكروه. أمين. اسم الشباب الأردني وشباب الزرقاء بشكل خاص كمان إحنا بنقدم أجمل التحايا وأرفعها لصاحب الجلالة، وربنا يمد بأمره ويعطي الصحة والعافية ويظل هو قدوتنا وهو سندنا وهو الراعي الأولى زي ما بيحكوها. إن شاء الله يا رب نضلنا نستمد منه القوة، نستمد منه حب هالبلد، ونضلنا نعطي بمعيته إن شاء الله. طبعا احتفل الأردن كله بعيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وبهذا اليوم الكل استذكر قديش فخر بفخر سيرة وإنجازات سيدنا. وإحنا دايما نستذكر عبارته اللي واحد من أهدافه إنه يلاقي الأردني كل ما يحتاج بكرامة ورضا. فشكرا سيدنا، والله يديم الصحة عليك ويخلينا إياك ويرافقك ربنا، لأنه وجود ربنا هو منبع سعادة فرح عطاء حكمة. العمر المديد سيدنا بمملكة الأمان والسلام. أمنياتنا كبيرة بعيد ميلادك سيدنا، منقول لك أمنيات بكبر الوطن ومحبة أبناء وطننا الأردن، وبصلوات وأدعية الرهبانيات تحديدا، لأني من رهبانية الوردية، هي الرهبانية العربية المشرقية بمؤسساتها التربوية. ربنا يحميك ويرافقك والعمر المديد حتى تكمل رسالتك، ودائما أنت بصلاتنا. بتقدم بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، عيد ميلاد 60 الميمون، إن شاء الله نتأمل من الله أن يمده بالصحة والعافية وأن يحفظه ذخر وسند لأمتنا العربية ولأردننا الغالي، ونستذكر الإنجازات اللي قام فيها من خلال استلامه لغاية الآن، إنجازات تشار إلها بالبنان، ونحن دائمين كل الخطوات الإصلاحية اللي بيقودها جلالة الملك، والأخص هلأ بتعرفي منظومة الإصلاح السياسي اللي قادها والإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي. إحنا كنواب بالبرلمان الأردني بنفتخر بقيادته وبنفتخر باللي بيقوم فيه، وداعمين ومساندين لكل عمل بيقوم فيه من أجل نهضة ورفعة الأردن إن شاء الله.